ذاك اليوم شفت بني عقلي طار واحس قلبي اشتعل بالنار وما ادري رحت قلت لها حبيني خطوه بينها وبيني ابوك السور قد عيني رأسا خشمي طب انذار وما ادري الدنيا دب تحترم بس اللي عنده رنج أما اللي عنده سيبة أما اللي عنده سيبة سيبة تزل فيه ريح اعصابك جنان وهني من شركة نبع الفراتين للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر. في كم حدا عم بينبش على كم شيء نادر وجوده، بس ماستر البطاطا راسه صعب وبده بس راس بطاطا على راسه. باقي الكمية بتروح للبقية. إذا سألوك عن ماستر طبيعي تجاوب، طبيعي حبه. سوري، وين ستاند الكريكيتا؟ هناك يا مدام. يه، حضرتك تشتغل هون؟ لا مدام، ما بشتغل هون.
بلايك شو بتنصحني؟ مدام بنصحك باتنين، وإذا بدك في الكلاسيك هونيك كتير طيب. الكلاسيك؟ أنت أكيد تشتغل هون. كشفتيني، أنا بشتغل هون مدام. تحب ساعدك بشي؟ لا مرسي، كلك زوح. مدام، أنت عن جد بغير عالم. فينيزا مش مجرد مية، دي اسلوب حياة. من منتجات شركة ورود الياسمين. مية يا ابن الباشا. لا طعمها مش حلو. ثانية واحدة حبيبي يا باشا، جرب دي. ايوه كده، اخيرا فهم. فينيزا يا باشا. فينيزا مش مجرد ميه، دي اسلوب حياه. من منتجات شركه ورود الياسمين. شركه شمس الفن للانتاج الفني والاعلان. شمس الفن للإنتاج الفني والإعلان. بعد الحب بعد العشرة نلتقي مثل أغراب. أغراب لا يا أغراب يا ابن الأغراب. نموري تعرف الحياة يعني عبارة عن ابتسامة لامعة في ضفاف الكون. يعني أنا من كنت في فرنسا لما أتجول في قصر فينيسيا. ها؟ فينيسيا بنشانزلازي، وما عندهم باب الحمام، عندهم برد. إيه قعدت بفندق فينيسيا. ها؟ فندق فينيسيا. فكنت أتجول بالشارع، كنت رحت البرج إيفل، أمشي بالشارع شفت فتاة طويلة، قلت لها يا ربي وين كنت مخباية؟ رح برملك. برمت لها. تعرف الحياة أو الحب يعني فالشي عبارة عن أمل. أنت شو تحس؟ أحس هيجي طريق وصلة مع الكيبل حتى قطعها عليك مثلا. ليش يا حبيبي؟ فصانة صغيرة. ليش يا حبيبي؟ أبو سام طيحنا شوي عود. انت شنو نظرتك للحياة؟ انا نظرتي سودة مصخمة. ليش شن؟ سودة مصخمة نظرتي. الحياة اذا افترت عليك جد جدك ما يفضح. خلاص خلاص، لا 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 لا، انت متناقض معي. احنا بيناتنا تج. لا حبيبي، خلي عندك تفاؤل، تجدد، انبعاث، امل. الامل هو الحياة. الامل؟ نعم. اللي انا صار لي سنتين قاعد لا شغل ولا امل. يعني ما عندك أمل؟ لا ما فهمتني. يعني أقصد أنا 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 بس دقيقة أبو الدورية خالي. لا ابني اسمع، يعني أنت ما مريت بعلاقة حب؟ ما مريت بهاي العاطفة الهوجاء؟ شوف هاي حياة الكسوف، أنت تنكسف حاليا. شنو جاي خطبك مثلا؟ مستحيل تيجي؟ لا سألتك سؤال. حبيت وحدة. احكي لي. طبعا ايش حبيت؟ صخرة طبعا. وحدة حبيت وحدة، قلت راح اعوض كل السنين اللي فاتت. اي نظف اذاني عافية. ها؟ اضربني. شنو؟ اضربني مو اضربني. انا امي قالت مفتوحة بوشك، بس يعني خضرة بوشك، بس مو حذا خضرة. المهم انا حبيت وحدة، قلت راح تعوضني كل السنين اللي فاتت، كل البواري اللي تحملتها. الله. قلت راح تصرف عليها كارتات. بعدين طلعت لي تقطني مثل المقطاطة. لا 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 لا، خدشت الأذاني، خدشت السمعي، خدشت الذوق العام.
شنو قطني شنو لا لا صوفيا كاظم شو احكي لك كاظم شنو سمير شو احكي لك واحد اثنين ثلاث انا مريت بتجربه سمير بغداد ولا لا تتألمي اقول لك سمير شوي راح توقع عليك المرأة يلا الحباب الحباب احكي لي احكي لك موقف وصار بي اني صار بولا صديقي حب بنية اسمها سميرة السستر ها سميرة السستر هذه ما تجي على العود اكيد تجي على البيانو هاي سميرة السستر رأسا صارحها وقال لها اريد ان اقبلك حس انت دخلت للمنطقة الصح اطربني لو داخل المنطقة الخضراء هو احسن اريد ان اقبلك على الخد الايمن او الخد الايسر ايش قالت له ماذا قالت له فاجابت سميرة اللاعب اي خير الامور اوسطها جميل قبل راح على خشمها الاسود ابن الاسود وين راح على خشمها اذا هذا اذا يفتح السمكه شلون راح يلقى الخاتم صحيح بدي اسالك سؤال علمي عن ال اسالي اي سؤال عندك حب اسالي انت اصلا محظوظه يعني تحبين موسوعه موسوعة من العلم والثقافة والنفاهة كل شيء موجود عندي أنا أصلاً دليل أنا أصلاً قاموس أسيلي اتفضلي كل اللي تشوف بين يديك تحيات أمين أيوة 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 شو هالحماوة هاي شو بك حميد أنا ما حميد أنا أمين 56 أنا مركز الصوب وين طبعاً مش عبالش تعال أنا مركز الجوجل واليوتيوب حتى هذا بالجوجل من يريد فد شيء واحد يدز له برسالة هو شنو يرجع يكتب لي مسج إيه لكان ما يخابرني تدري ليش ما يخابرني خاب العالم شنو تسمعي يحكي وياي والله شو والله شو لكان كابتن تعال شنو صحيح الكابتن ها نزل ما قاعدين ها انا صحيح الكابتن كابتن روح تفضل الله بالخير الله بالخير ساكم الله بالخير كابتن شوف هذا اللي شوف شوف شلون يبغى على الطابه روح روح ما عندي فلوس ما بعد ما مستلم سلفه بالحبوب بدي تجيب لي مي هذا مي دامس لا ما بدي قنينه بدي طنجره كبيره ليش تسوي بيت تسبحين بيها لا مش لالي بدي نسبح ايه هذا اللي حمى بده نبرده كابتن تعال اقول لك روح حبيبي روح هاي استوني جايبه من الشماعية روح كم مره تحرجني انا علمك بالطلعه شو قلت له لا شو ما قلت له لا انا سمعتك بتقول له شماعيه ليكون هذا المكان منه منيح لا شو شو منيح منطقه اصلا بتجنن تجنن تجنن اصلا كلش غالي والله اي المتر مالها بثلاث ملايين اي شو شنو الامان والاستقرار شوف يجنن والعالم عايشة ومرتاحة متونس ولا اكواطي ولا قاعدين حبيتها كثير شو حبيتي كثير دخل اخذك هناك صدق شماعية اصلية خلينا نروح على الشماعية بدك تروحين على الشماعية؟ ايه هلا بحجز لك تذكرة بالستوتة يقرب بيتك شو حبيتك؟ منفشلي وكذبي أقول أحبك يا ذات الحذاء الأصفر أحبك كما يهوى الإنسان الفجل كعنقود الحصرم على الشجر كما يحب الحمام السفر كحب الأرنب للجزر من كثرة حبي لك بطني قد انفجر يا من خدك كالليمون إذا انعصر أحبك يا ذات الشعر الأجعد والعيون الحولاء ووجهك أشبه بلون الحرباء وفمك أكبر من بئر ماء وصوتك كصوت قطة عوياء ومن كثرة حبي لك يا سيدة الجرباء
سأنتحر بمسدس ماء باسم الحب والأمل المجهول. أعشق فيك جسدك المعلول ولسانك المشلول. أحبك كما أحب أكل اللوبيا كما يكره الفأر البومبيا. يا من نعومة خديك كشوك الصبار وأسنانك كالمنشار وشعرك منتصب لا يهزه إعصار وأنفك طويل ثلاثة أمتار وأذنيك كالرادار. أعشق فيك رأسك المردوج وشكلك المعوج ومشيتك كمشية قط مزعوج. من كثرة حبي صرخت مفلوج. اذكريني 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 إن كان للذكرى خلود واحفظيني بين طياج الورود. ما راح أرد عليك أنا أصلاً ولا أجادلك، بس أعرف شلون أرد عليك وعلى أمثالك بشعر رومانسي رقيق. أواسيك في الحب أم تواسيني ودمعتك تنزل بعيني؟ أصبرك على الفقيد أم تصبريني؟ وعندما تبكي أفقد يقيني. هذه روحي كالآيفون المكسورة شاشته ترفرف على مقلتيك. هذا قلبي لك منديل باز يمسح دمعة عينيك. هذا أنا لازم سرى أتحرق شوقا وحبا بين يديك. أواه طورتي؟ لا القصيدة. موت يمد الحياة الحزينة أم حياة تمد الرد بالدموع؟ أحبك أحبك رغم يأسي يتبع يقيني إنك لست لي. وساعد المقطوع في الحب لا يزال ماسك الراية المنكسة. حبيبي متى تكون ملك ولست إيجار؟ لأبلغ بك السماء متى تكون حياتي؟ لأعيش خالدا دون انقطاع متى ومتى وكم في قلبي متى؟ لا تقل لي عند إصلاح الكهرباء. لا تقل ذلك فلا إصلاحا للكهرباء. فلا إصلاحا للكهرباء. انا توكي قامت تتغير تلعب بابا كل حافي من الانتباهاتي من الارغام ابو زنون يعرفوا فاو عبابا تلعب بابا يوسع طيب سلموا عن لعب انا اجيب انه ما يتبه وحطابنا فرصة جميلة كان ممكن ان يسجل من خلاله. ريح اعصابك جنان وهني من شركة نبع الفراتين للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر. في كم حدا عم بينبش على كم شي نادر وجود، بس ماستر البطاطا راسه صعب وبده بس راس بطاطا على راسه. باقي الكمية بتروح للبقية. إذا سألوك عن ماستر طبيعي تجاوب طبيعي حبه. سوري وين ستاند الكريكيتا؟ وراك يا مدام. يه حضرتك تشتغل هون؟ لا مدام ما بشتغل هون. يا بليك شو بتنصحني؟ مدام بنصحك باثنين، وإذا بدك في الكلاسيك هونيك كتير طيب. الكلاسيك؟ أنت أكيد تشتغل هون. كشفتيني؟ أنا بشتغل هون مدام، تحبي ساعدك بشي؟ لا ميرسي، كلك ذوق. مدام أنت عن جد غير عالم. مش مجرد مية، دي اسلوب حياة. من منتجات شركة ورود الياسمين. مية يا ابن الباشا.
طعمها مش حلو. ثانية واحدة حبيبي يا باشا، جرب دي. ايوه كده، اخيرا فهم فينيزك يا باشا. فينيزا مش مجرد مية، دي اسلوب حياة. من منتجات شركة ورود الياسمين. شركة شمس الفن للإنتاج الفني والإعلان. شمس الفن للإنتاج الفني والإعلان. احنا 5 اخوان وقاعدين ببيت واحد، وامنا عايشه وابوي متوفي. بيتكم ملوك؟ طبعا الحمد لله. ام الدور اللي على جنة تكسر المواعين غير قديمه. راح اسالك 3 اسئله. اذا جاوب تليفوني ما بيه استوديو، كان سجلت ضحكتك اخليها نغمه. ايه انا راح اسالك 3 اسئله، اذا جاوبت على السؤال الاول راح تاخذ 100 دولار، واذا جاوبت على السؤال الثاني راح نطيق 500 دولار، بس اذا ما جاوبت على الثاني راح ارجع اخذ منك ال 100 دولار. يعني عشان اطلع بالتلفزيون؟ ايه. والسؤال الاخير ومفاجاه البرنامج، اذا جاوبت عليه راح تاخذ شده. السؤال الاول يقول، ما هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ الخال الوحيد لاولاد عمتي سهله، ابوي. اجابتك صحيحه وربحت ويانا 100 دولار. هاي ال 100 دولار الحلال والحرام. خوش، هسه السؤال الاول خلاص. ايه. السؤال الثاني 500 دولار، اذا ما جاوبتني ترجع لي ال 100 دولار. خوش. يقول، ادخل كلمه دام في جمله مفيده. قبل الدام مرتبطه؟ نعم مرتبطه. يعني شنو مرتبطه؟ ايش عليك انت؟ يعني لا تداومين بدائره. ايش بيك؟ طبعا تفكيركم وين يروح؟ يعني دائره ايش؟ ايه مرتبطه بالقناه اللي دا اصور بيها. يقول لي مرتبطه بالقناه. زين انا اسالك لو تسالني. سيلي. يعني اذا جاوبتك ترجع لي ال 100 دولار؟ ارجع ال 100 دولار وعيوني فوق ال 100 دولار، ترى احنا اكثر شيء عندنا الفلوس. جاوبني على السؤال الثاني. ادخل كلمه دام في جمله مفيده. دام؟ دام. سهله. ايه؟ دام ذهبت المدام الى السوق. اجابتك صحيحه وربحت ويانا 500 دولار. هسه هاي ال 500 دولار، هاي العباديات الزينه، 1 2 3 4. اي بعد. والسؤال الاخير، اذا بقيت تعطيني فلوس اعوف سميره راح اعطيك شده. سميره مقضيت عليك ليكه وكل شيء ماكو، بس كليتي. اذا جاوبتني على السؤال راح تاخذ الشده، ما جاوبتني على السؤال ترجع لي 600 دولار اللي اخذتها. ان شاء الله اجاوب ما رجع لي 600 دولار وتبقى علاقتنا حلوه، احسن ما اسوي لك مشاكل ولا معلك الناس.
السؤال يقول ماذا يساوي كارت أبو العشر آلاف دينار رصيد؟ سهلة إيه؟ عم الظاهر عندكم فلوس زايدة قاعد تشرون بالشارع. كارت أبو العشرة يساوي عشرة ونص. يلا اعطيني 10,000. شقد؟ كارت أبو العشرة يساوي عشرة ونص. هو اسمه أبو العشرة هالنص على اليمن. مو هو يبيعونه بعشرة ونص. أنا شعليه بلي يبيعوه. شعليه قلت لك كم يساوي؟ أنت ليش زايد معدك؟ جيب. لا يلا عيد. جيب جيب لا لا. جوارين يبيع بعشرة. جوارين يبيع بعشرة خطير رجال متهدي ويعني. وأنا شعليه بجيران كنت جاوبت غلط. طيني. تجيب 600 دولار. خليك على سميرة اقطع. منور الضلع. يلا كاف كاف يا سلتي هبية. تردين احكي. شو ما جايني نوم مشرد نام احكي لك قصة. راح احكي لك قصة الا ازبري. يلا اوكي. راح احكي لك قصة من مسلسل تركي. اهو لا تقول لي راح تحكي لي تركي ترى كلهن حافظتهن. زين هذا ما يعرف امه وذيك حبت مدري ذاك حب مرت عمه وعمت عينهم والبنفسج الاخضر والاحمر والاصفر والعشق المشبوه كلهن طارن يمين. اوكي اوكي خلاص خلاص خلاص. ولا يهمك راح انام. لا 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 زهورتي زهورتي لا تخلي نام. اوكي اوكي جو سالفة اجدد بيها يعني. حتى تبقين شلون وحده طابط بعقل ذبانه تحكي بعدها. لا حبيبي زين اقول لك شيء اريد تركي ما معروض على الشاشه. لا اكو فد شوف كان ما كان في قديم الزمان كان اكو شاب اسمه سامح. سامح وبتركي شاب وسيم طويل ابيض اسمر حلو شعره طويل شويه مرات يجين صفر خوش يحب وحده اسمها فتون. فتون غنيه مقطاطه يعني قطبيه ياخذ منها فلوس مو دا اقول. فشنو هذا قال لي كان الى متى ابقى هيك زين فرادي صارحه. ايه رادي صارحه وبالحلقه 17. ايه قولي صارت الحلقة 18 راح يمشي حتى يروح البيت ومصارحة. قولي هو بعد ما وصل البيت صارت حلقة 37. وين؟ 37. دق الباب احنا وصلنا الحلقة 45. فتحت الباب فتحت الباب الحلقة 49. ماشي. من فتحت الباب كان اي قلت له لا بعد ما قلت له خلصت الحلقة ورا يومين الله تطلع. عود ليش ورا يومين؟ مو هي تنعرض لا الخميس الجمعة والسبت ما تطلع. قولي جو الأحد. جو الأحد فتحت لي الباب طلعت لي بالقميص الابيض باوعت بوجهه قال لي اني ايه كانوا الحلقه 67 نوب اي مو طول ابو من الاحد من الاحد للاحد اي طبعا زين من الاحد للاحد ثمان ايام اوكي حلقه 67 حلقه 67 قال لي اني باوعت بعيونه عيونه دمعت طيب اسمع حلقه 92 مو عيون دمعت يراد له وقت يراد 97 92 يدمعون تراكدوا لازم يراد له وقت ماشي 92 قال لها اني قالها احبك ما وحد ايش سوت فتحت عيونه ليش هو التفت لقى ابوها قاعد يمشي مو بيها حلقه 92 لا 115 ايه مو ابوها بيتاخر يلا يمشي على عكازه اوكي 115 قولوا ابوها وصل 130 شنو هو الورق ال 100 دولار 130 اليوم اوكي مشي خوش شو وقت يوصل يم الباب يوم هوم بلكي الله يسعد ال 140 الورق بلكي يوصل ماشي وصل يم الباب باوعت عليه هيجي الولد التفت قالها على السريع احبك لا لا خلصت الحلقه 190 نعم 190 190 خلصت الحلقه ايه؟ وما قالها احبك لا وصلنا شقد 190 لا بين ما وصل الرجال للبيت ما بين ما خلص التليفون خلص الجزء الاول توكي قامت تتزغير تتلعب بابا كل حافي من الانتباتي من الضغامة بغنون يعرفوا باوع باوع تلعب بابا تزوجوك يوسع تيك سينما ونحب لك أنا تجيب لنا ماية الباوع طابنة فرصة جميلة كان ممكن أن يسجل من خلالها ريح أعصابك جنان وهني من شركة نبع الفراتين للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر في كم حدا عم بينبش على كم شي نادر وجوده بس ماستر البطاطا راسه صعب وبده بس راس بطاطا على راسه باقي الكمية بتروح للبقية إذا سألوك عن ماستر طبيعي تجاوب طبيعي حبه سوري وين ستاند الكريكيتا؟ وراك يا مدام يه حالتك تشتغل هون؟ لا مدام ما بشتغل هون
بليك شو بتنصحني؟ مدام بنصحك باثنين، وإذا بدك في الكلاسيك هونيك كتير طيب. الكلاسيك؟ أنت أكيد تشتغل هون. كشفتيني؟ أنا بشتغل هون مدام، تحب ساعدك بشي؟ لا مرسي، كلك زوح. مدام، أنت عن جد بغير عالم. مش مجرد مية، دي اسلوب حياة. من منتجات شركة ورود الياسمين. مية يا ابن الباشا. لا طعمها مش حلو. ثانية واحدة حبيبي يا باشا، جرب دي. ايوه كده أخيراً فهم. فينيزك يا باشا. فينيزا مش مجرد مية، دي اسلوب حياة. من منتجات شركة ورود الياسمين. شركة شمس الفن للإنتاج الفني والإعلان. شمس الفن للإنتاج الفني والإعلان. شفت بني عقلي طار واحس قلبي اشتعل بالنار وما ادري صار. رحت قلت لها حبيني خطوه بينها وبيني ابوك السور قد عيني رقصا خشمي طب انذار وما ادري صار. نسوان ما يقبلن بي يقولون وجه القوطيه يا ناس عمان اشبيه قابل فار سيبه تزل فيه وبت